استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفه رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه المستشار محمد عبد السلام الامين العام لمجلس حكماء المسلمين حيث ناقش الجانبان سبل تفعيل مخرجات ملتقى البحرين للحوار وخلال اللقاء شهد رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسه فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف في الدفاع عن قضايا الامه ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك. من جانبه عرب الامين العام لمجلس حكماء المسلمين عن تقديره لجهود مملكه البحرين بقياده جلاله الملك المعظم في تعزيز الحوار بين الاديان والتعايش السلمي وخدمه قضايا الاسلام والمسلمين